هنروح دلوقتي مع حضراتكم لزميلنا محمود جاد الكريم مراسل التلفزيون واللي موجود دلوقتي في معبد أبو سمبل، واللي هيقول لنا إيه الأجواء ورصد حالات السائحين والزائرين اللي جم من كل مكان في العالم عشان يتابعوا هذه المعجزة الحقيقية على أرض مصر، وهي تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. صباح الفل عليك يا محمود. صباح الفل على حضرتك زميلة بسنت والزميل محمد، صباح الفل على كل المصريين. نحيي حضراتكم من عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الإفريقي من محافظة أسوان، حيث نتواجد هنا في صحن معبد أبو سمبل وهذه الاحتفالية الكبيرة بتعامد الشمس، حيث تعاملت الشمس في الساعة 6:52 من صباح هذا اليوم في حضور حوالي 3000 من المصريين والأشقاء العرب، إضافة إلى الأجانب من مختلف الجنسيات، تمتعوا واستمتعوا وما زالوا يستمتعون بهذه الظاهرة التي تستمر لمدة 20 دقيقة. أعتقد أن الأجواء الاحتفالية كانت باينة في الصورة خلفه، تجمع عدد كبير من السائحين والزائرين لمتابعة هذا الحدث العظيم اللي بيؤكد على عبقرية المصري القديم في كل الأمور المتعلقة بالفلك والهندسة، ودايما المصري القديم كان رائد في هذه المجالات. طبعا هذه الظاهرة ظاهرة قديمة، وقلنا احنا أعيد اكتشاف المعبد سنة 1913، لكن هذه الظاهرة تم اكتشافها سنة 1874 يا بسنت. أنا عايزة أعلق كمان على حاجة يمكن أنت قلتها من شوية شاذي، لكن نرجع بس مرة تانية لزميلنا محمود جاد الكريم واللي بيرصد لنا هذه الظاهرة الفريدة جدا، وهي تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. محمود، عودة مرة تانية ليك. شكرا لحضراتكم، ونأسف على هذا العطل الفني، وكما تشاهدون حضراتكم مع الفنية الشعبية وهي فرق أسوان وتشكى وإضافة إلى ملوي، وأيضا فرقة الأنفوشي وبورسعيد وفرقة التنورة وفرقة الغربية. هذه هي آخر عروض اليوم والتي استمرت من يوم 17 من هذا الشهر وحتى اليوم واللحظة التي نحن فيها.